كاميليا عرفت الحياة كلها، وليد حكالها على كل حاجة. هي اللي قالت لك؟ اه، بس انا ما كنتش اعرف ان انتي وليد كنت بتتقابلوا الفترة اللي فاتت دي كلها. وانتي ازاي بتطلعي بريئة كده يا سلمى؟ وهي طبعا اللي مالت دماغك بالافكار السودة دي وانتي صدقتيها كالعادة. طب يا ستي، انا شخص زبالة، خنت جوزي، شافني اتصدم مات، هفضل بقى ماشي مع وليد بعدها بالعقل كده؟ طب ما وليد ذات نفسه جه وبرقني قدامك وانتي مش راضيه تصدقي. عشان قلت لي هتجيبي لي اللي يثبت لي. وحاولت، ما عرفتش اوقع كاميليا في الكلام، اعمل ايه؟ اموتها؟ والله لو حلفت لي من هنا ليوم الدين انا ما هصدقك يا سلمى، عشان انتي واحده ما بتعرفش تعمل حاجه غير انها تكذب وتحور. وليد حلف عليكي فجأة؟ طب ما هو كان زميلك في الجامعة وكان معاكي في الشغل وبيشتغل معاكي سنين. مرة تقولي لي لعبي ومرة تقولي لي بتاع ستات. عشان هو لعبي وبتاع ستات، وقلت لك الكلام ده 100 مرة وحاولت أحميكي منه وأنت ما بتسمعيش. عشان أنا عارفاه كويس، أنت قلتيها بلسانك، أنا أعرفه من سنين، كان معايا في الكلية وكان بيشتغل معايا وكان مرمي قدامي. لو أنا كنت عايزاه كنت خدته، ما كنتش هاخد إذنك. الدور والباقي عليك انتي. انتي ست متجوزه، انتي بتفكري فيه لغايه دلوقتي ليه اساسا؟ الوليد قال اتجننتي؟ انا كنت متجوزه حسن. حسن ده اكتر راجل انا حبيته في حياتي، وانتي اكتر واحده عارفه. انا بص الوليد، أنا بقى عارفة أنت بتقنعي نفسك بالكلام الفارغ ده ليه؟ عشان غرورك بيحاول يثبت لك إن اختيارك للشخص الزبالة ده من الأول كان صح وهو غلط فغلط. مليون مرة حاولت أفهمك وأحميك منه وأنت مش عايزة تفهمي. وأدي النتيجة. كاميليا لعبت لعبتها وخسرتنا بعض. وأنا خسرته. خسرت حسن. المفروض دلوقتي ان انا اتأثر وعيط؟ طب يا بريئة، فضحتيه ليه في كل الأخبار؟ ما عملتش كده، دي أكيد كاميليا. هو ليه سكت لها؟ معرفش، أكيد كاميليا بتهدده بحاجة أو في بينهم مصلحة. طيب يقولي الكلام ده بقى لماما وأنكل نور لما كاميليا تيجي وتفضحك قدامهم. صدقيني يا سلمى، لو هما صدقوكي يا حبيبتي انا هصدقك.